ونبقى في الجانب الأمني، حيث تمكنت قوات الدفاع والأمن من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين يقومون بأعمال إجرامية ترتقي إلى قتل النفس. وبحسب الشرطة الوطنية فإن الأشخاص الذين تم عرضهم للصحافة الوطنية متخصصون في قتل أصحاب الدراجات النارية بطرق مختلفة وملتوية بهدف الحصول على الدراجة. آدم حنفاضل للمرة الثانية. في إطار جلب الأمن والسلام للمواطنين في جميع ربوع البلاد، لذا تمكنت قوات الأمن التابعة للشرطة الوطنية من إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين الذين يبلغ عددهم 9 أشخاص، وذلك عندما حاولوا تطوير هذه المهنة من الدراجات إلى السيارات، إلا أن الحظ لم يحالفهم في ذلك، ما دامت الشرطة الوطنية تعمل ليلا ونهارا من أجل توفير الأمن بالمنطقة. إن هؤلاء المجرمين يستخدمون عدة أساليب من أجل الحصول على مطالبهم التي هي خسارة للآخر. وفيما يتعلق بتوضيح أكثر لهؤلاء اللصوص، قد تحدث الناطق الرسمي للشرطة الوطنية موضحا في ذلك. السيد عمر علي هو الكلاندومان، وزول الناديت لو كاسا شيفنا قول بالوسم علي وسمان نجاب جواليا متو جاب جواليا متو غيب يا مينا أبري لا شاف كي الفرما ماشي وما ماشي لما ماشي لعمر علي تشاچا قال له خلي هذه في الوالية وأدا في الوالية ووصل في بغانو، هذا قال له أرجاني أنا ندل نشيل شغل وايد وما شاء الله شال البيوش هذا شفته له ودقة في أنقرتا وقتله. مثل هذه الخاصية لم يفعلها إلا أصحاب الضمائر المحشوة قساوة، ولكن الشرطة الوطنية من أبرز أهدافها حماية المواطن وممتلكاته، فالشعب ضعيف أمام سلاح الخائن وقوي بفزع من يحميه من قبل قوات الأمن التي يخضع لها.